السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده ان شاء الله جلاش باللحمه المفرومه ومكرونه بالبشاميل باللحمه المفرومه. ادي اللحمه اهي بنعصجها، بس انا بعمل ليها طريقه الاول قبل ما اعصجها، وبعدين او هنعمل البشاميل. البشاميل دلوقتي اللحمة علشان بيبقى فيها فات، وعشان الفات ده مضر عشان الكوليسترول والحاجات ديت، فانا بعملها بسيح الاول الدهون اللي فيها واصفيها في المصفى، وبعد ما اصفيها في المصفى اروح عامله لها بقى البصل والتوابل والحاجات ديت، واسويها مع البصل والتوابل والصلصة او عصير القوطة. احنا هنا ما بنستخدمش قوطة عشان القوطة بتبقى صافية، فبنستخدم الصلصة بس، وعشان اللحمة ما تكلكعش مننا محدش يحط لها ملح، الملح بيخليها تكلكع زيادة ما بتفكش. حط لهاش ملح في دلوقتي خالص، الا لما اللون الاحمر ده يروح منها. اللبن هنروح نحط على في الحلة، ونشوف هنحط كام كوباية للبشاميل. هاي المكرونة هنعمل صينية واحدة مش هنعمل كتير، واللي يفيد بتشيليه في الفريزر ما بيحصلوش اي حاجة. حطينا كده 10 كوبايات لبن في قلب الحلة، هنحط في بره كوباية لبن، يبقى 11 كوباية، و11 معلقة دقيق، كل كوباية لبن عليها معلقة دقيق. و انا بعمل ما بعملش الدقيق بحمره في السمنة ولا في الزبدة ولا في الحاجات دي، انا بعمله في بدوبه في اللبن واغليهم كلهم مع بعض، واحط لها الجبنة واحط لها الزبدة او سمنة واعملهم مع بعض كده، علشان خاطر ما بحبش اللي هو اللي متحمر في السمنه بيبقى تقيل، بحسه اللي هو تقيل، لكن ده بيبقى كده طعمه خفيف وعامل زي الكريمي، زي الكريمه كده، او وينفع ل ما اقدرش اقول ينفع للدايت، ما اعرفش ينفع ولا ما ينفعش. هنجيب دلوقتي الدقيق ونجيب نجيب الدقيق ونقلبهم في بره، وبعدين نبقى ندلقه على اللي في الحله علشان خاطر ما يكلكعش. 11 معلقه دقيق على كل كوبايه لبن عليها معلقه دقيق. بصوا الدهن اللي بقول لكم عليه الفات، بصوا بينزل اهو، لما اللحمه كلها تبقى لون واحد، لونها بني، نصفيه في المصفى عشان كل دوت مش كويس، عشان الكوليسترول والامراض والحاجات دي، ربنا
يعفينا ويعفي عنك، وربنا يشفينا ويشفي كل ويشفي أمراض العالم كله، ربنا يشفي كل مريض. شايفين اللحمة؟ شايفين الدهن اللي طلع منها اهو؟ كل ده انا برميه. دلوقتي هنعمل البشاميل. حطينا في الحلة 10 كوبايات لبن، اللي هي الكوباية بتاعت المقاس العادية اهي، اللي هي دي الكوباية دي 10. وحطينا في الطبق هنا 11 معلقة دقيق اللي هما دول، وعليها كوباية لبن عشان ندوبهم مع بعض. وبعدين هنحطهم في الحلة هنا كده ونقلبهم، وكمان شوية نحط لها حبة جبنة ونحط لها الزبدة. دي البشاميل اللي انا بعمله كده، بيبقى طعمه خفيف وبيبقى طعمها جميل، عاملة زي الكريمة بالظبط. في ناس بتعمله بشوربة، في ناس بتعمله بلبن، انا بعمله بلبن، او في ناس بتعمل شوربة ولبن مع بعض. انا ما بحطش نحط الشوربة، يعني بعملها باللبن بس. وبالمضرب كده تبدأ، او بمعلقة خشب تفضلي تقلبي تقلبي فيها طول ما انت واقفة عشان خاطر ما يكلكعش. وتخلي البوتاجاز يبقى واطي، ما تخليهوش عالي. طول ما هو البوتاجاز واطي خلاص مش هيحصل له حاجة. بس هنحط، حطينا اللحمة وحطينا عليها الصلصة والبصل، ونحط عليها التوابل، ملح، كوبيبة صيني، سماق، سماق، كزبرة ناشفة، فلفل وجنزبيل، بابريكا، كاري. بس هنسيبها بقى لما تتسبك مع بعضها، بالبصل باللحمة بالتوابل يتسبكوا مع بعضهم، وندفع عليها البوتاجاز. ودلوقتي ادي البشاميل اهو، هنحط له قالب الزبده، القالب اهو، وهنحط له جبنه، هنحط حبه مش هنحطهم كلهم لحد ما نشوفها. بس اهو كده حطينا زبده وحطينا حبة جبنة، وهنحط لها حبة ملح، نحط لها حبة ملح،
وفلفل ابيض. اللي ما عندوش فلفل ابيض يحط فلفل اسود بس ما تكتروش، عشان البشاميل بتبقى بيضه فالاسود بيبان فيها. وبرضه نقلب فيها كده لحد ما اللبن يغلي وندفع عليها البوتاجاز. وبعد كده ده نحط بقى الميه نسلق المكرونه. بس البشاميل اهو اهو البشاميل اهو قربنا ندفع عليه البوتاجاز. قربنا ندفع عليه البوتاجاز وحطينا المية على العين التانية للمكرونة تتسلق واللحمة بتتسبك الناحية التانية عشان نولع الفرن دلوقتي عشان الفرن يسخن. بس الفرن يسخن واحنا نسخن واحنا نسخن احنا رخرين من الحر، يعني التكييف ولا والمروحه ولا. حاسه ان انا ديزي. الحمد لله يا رب. ادي البشاميل اهو اللبن بيغلي اهو خلاص هندفع عليه البوتاجاز شايفينه. بنحطلوش بيض، بنحط جبنه مازوريلا واي نوع وزبده والدقيق واللبن اهو طفينا عليه. وادي اللحمه، اللحمه هناك اهي لسه بتتسبك والميه بتتسلق، المكرونه بتتسلق. اوكي الصينيه اللي هنعمل فيها المكرونه هنحط فيها معلقه بشاميل. وادي المكرونة هنحط عليها كبشتين او ثلاثة عشان نقلب في المكرونة كلها. هنحط في الصينية نص المكرونة
صوص اللحمة اهي. ريحة التوابل طالعة جميلة في اللحم. ايه اللحمة اهي هندلق، هنحط عليها كده كبشة جبنة. وبعدين نضرب بقية المكرونة. المكرونه دي علبه اقل من نص باون، نص كيلو ولا ايه، هي باون، الباون بيبقى اقل من النص. بيفيد من البشاميل اللي تحطوه في الفريزر للمرة الجاية، ما بيحصلوش اي حاجة. انا مجرباها وبعمله كده. ان شاء الله تعجبكم الطريقة بتاعتي. نحط بقية حبة الجبنة على الوش، ندخلها بقى الفرن وهنعمل صينية الجلاش. ادي الجلاش اهو، ده النوع اللي بنجيبه ونحطه في الفريزر عشان مفيش، بنجيبه من المحل العربي.
هنحط عليها اللحمة. ندخل دول كده جوه. بس هنستنينا نعمل نفس الخطوات لحد الورقة ما تخلص. وبعد الورقة ما تخلص هنقطعها مربعات. هنقطعها مربعات وبعدين نحطها في الفرن 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق نطلعها ونحط لها كوباية لبن وبيضاية. هنشوف دلوقتي خطوة خطوة. بعد كده لما بتحط لها اللبن والبيض، التقطيعة دي ما بتنهاش يعني زي ما هي، بتروح وبترجع تقطعيها مرة تاني. طبعا كلكم شاطرين وعارفين الحاجات دي. اهي، بس انا بقى ما بحطلهاش على الوش سمنه ولا حاجه، بدخلها بس 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق بطلعها واعمل البيض. هنحط البيض على اللبن ومعلقه فلفل ومعلقه ملح. ندخلها البوتاجاز تكمل بقيه سواها. هنحط البيض على اللبن ومعلقه فلفل ومعلقه ملح. ندخلها البوتاجاز تكمل بقيه سواها.
الجلاش، المكرونه، المكرونه والجلاش بعد ما استووا. نسيب جمعه مباركه عليكم ان شاء الله. السلام عليكم.